بسم الله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. النهاردة 27/7/2022 ومعاكم قناة المواشي اليوم، وتعالوا نشوفوا محصول البطاطا مع الفلاح المصري. احنا النهاردة في قرية فزارة تبع مركز المحمودية محافظة البحيرة، وتعالوا نشوفوا البطاطا ومحصول البطاطا يا جماعة النهاردة. بسم الله ما شاء الله، اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. الله أكبر على المال يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اتفرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي عشان ربنا يبارك للمال واصحاب المال النهارده. طبعا كل رجالي كل سنه وانتم طيبين، الله يقويكم يعينكم. ايوه حبيبي الله يقويكم يعينكم. ركز شويه عليه. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله على العماله يا جماعه. الرجاله اللي بتاكل عيش بالحلال الله يقويها ويعينها على اكل عيشها. بسم الله ما شاء الله. المعلم رضا بدر، صباح الفل يا رجالي. معلم رضا حبيبي، معلم رضا عتاوله البلد. طبعا العماله يا جماعه اللي بتاكل عيش بما يرضي الله، الله يبارك لك يا معلم رضا. عامل ايه؟ كل سنه حضرتك طيب. عامل ايه يا معلمي؟ الله يكرمك. المحصول البطاطا عامل ايه النهارده معلم؟ تمام، السنه 10 على 10 الله يبارك لك. محصول حلو وبطاطا حلوه. يعني الفدان بيجيب قد ايه كده؟ كام طن النهارده؟ هو من 12 طن ل 11 طن، 11 ونص الفدان، من 12 ل 11. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الله اكبر، الله يبارك لك. طب ادينا رقمك يا معلم رضا، برضه حد يعوز عماله ولا حاجه يتواصل معاه. 0100 8 7 8 7 4 0 4 0 8 2 8 8 2 8. اي عماله موجوده؟ كله معمار، اي حاجه، اي حاجه شغال يعني. الله يبارك لك يا معلم رضا، الله يبارك لك. قاعد فين بالظبط يا معلم رضا؟ كفر الشيخ. قاعد في كفر الشيخ، وبتيجي هنا المحموديه وفزاره واي مكان؟ اي حته. الله يبارك لك. دمنهور ابو المطامير، اي حته اي مكان. يعني عندك كم فرقه قد كده؟ من كام لكام؟ 250 300 نفر. انت عايز كل موجود موجود يعني. الله يبارك لك يا معلم رضا ويجعل صباعك ابيض. اي حد يتواصل معك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. صباعك ابيض ان شاء الله، اللهم صل على النبي. محصول البطاطا النهارده يا جماعه بسم الله ما شاء الله. هنروح للتاجر الكبير المعلم علي عبد الرحيم، الله يبارك له. صباح الخير يا استاذ علي، كل سنه حضرتك طيب، الله يبارك لك. استاذ علي عبد الرحيم، 0100 3 7 3 7 2 5 1 5 8. اي حد يتواصل معاك يا استاذ علي، الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. على البطاطا يا جماعه خير بلدني، الله اكبر. اتفرج ومل عينيك وصلي على حبيبك النبي عشان ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياكل المال بالهنا والشيف. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الله يقويكم يا رجاله ويعينكم، اللهم صل على النبي على الخير يا جماعه. الله اكبر، فرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي، اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر يا رضو، يا رضو. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر، هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء يا خير الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.